سفراء فوق العادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول حق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم سيداتي وسادتي من دولة عربية شقيقة يجمعنا بها دين ودم وشائج من العلاقات الاجتماعية والسياسية والثقافية عبر تاريخ من الزمن. أحييكم من الكويت الشقيقة، كويت السلام، كويت المحبة، كويت الأمن والأمان، كويت المستقبل والتنمية. أحييكم سيداتي وسادتي حيث كما وعدتكم دائما بأن أجوب أقطارنا العربية من أجل البحث عن الدرر المكنونة هنا من الجواهر الثمينة من الرجال. أيضا نبحث عن شخصيات من الرجال والسيدات بل والشباب أيضا ممن يستحقون بالفعل أن يكونوا سفراء فوق العادة. مرة ثانية سيداتي وسادتي، أهلا بكم في سفراء فوق العادة من هنا من الكويت. مصر والكويت علاقات أزلية وروابط أبدية، فلدى مصر قناعة تامة بثقل الكويت. كويت السلام، كويت المحبة، كويت النماء، كويت المستقبل. ولسمو أميركم المحبوب كل العزة والفخار. ضيف حلقة الليلة من زفير فوق العادة الخبير القانوني الدولي السيد عبد الحميد الصراف. كل عام وأنتم بخير وأنت ترفل بأثواب الصحة والسعادة إن شاء الله. أولا نشرف بأن نلتقي بحقوقي وخبير عربي كبير في قلعته الحقوقية هنا في دولة الكويت الشقيقة. فماذا نقول أولا إلى القناة الفضائية المصرية؟ أولا هذه فرصة سعيدة جدا تتيحوها لي حتى يكون لخطاب إطلالة أخرى على الخارج، على اعتبار أن الكويت تحتاج أحيانا أن تكون لها إطلالة على بعض الدول من خلال مواطنيها، فأنا أفخر بهذا وأشكركم على إتاحة الفرصة الطيبة هذه لي. عسى أن أوفق في أن أجعل الصورة واضحة جدا لمن يستمع أو يرى. ضيف حلقة الليلة من سفير فوق العادة الخبير القانوني الدولي السيد عبد الحميد الصراف. كيف كانت البداية إذن؟ البداية كانت كالآتي. نعم. أنا كنت موظف في بنك من البنوك التي تملكها الحكومة. نعم. وبعد ذلك نجحت في اختبار فأنا انضممت إلى شركة أخرى أسست هذه الشركة من جميع الشركات العقارية حتى يكون مجالها في مصر والدول الأخرى منع لتنافس هذه الشركات فيما بينها. نعم. حتى توحد جهودها فيكون له إطلالة سياسية من خلال أن هناك مساعدات تقدم لبعض الدول، فبدلا من هذه المساعدات التي تصرف دون أن يكون لها مردود على الشعب قررنا أن نستثمر في هذه الدول مع مجموعة طيبة من الشركات العقارية تعتبر رائدة في ذلك الوقت، وبالتالي انضممت إلى الشركة الكويتية هذه بعد التخرج. بعد التخرج منين بحركة التخرج؟ أنا تخرجت من جامعة الكويت، ثم بعد ذلك يممت شطر بعض الدول لأستزيد من الدراسة،
فذهبت إلى إنجلترا وذهبت إلى أمريكا محاولة تخصص في منحة آخر هو القانون التجاري، وتدربت هناك، وكان جزء من تدريبي في جامعة هارفارد مع أيضا أخوة مصريين أفاضل كانوا هناك، كان أستاذي أيضا مصري جزاه الله خير حيا أو ميتا. وبعد ذلك ذهبت إلى أمريكا أتدرب أيضا في مكتب محامي، وكانت هذه التجربتين جعلتني تكون لي حقيقة حاضرة معينة من خلالها أقارن ما بين ما نحن فيه وما عليه الدول الأخرى، باعتبارنا سبق الفرد للفرد والأمة للأمة مسألة محسوسة لا يستطيع أحد أن يلاحظها أو يقول فيها غير ذلك. هل الدراسة في هذه الدول أفادت سيادتك وأثقلتك؟ بالنسبة لي كانت إضافة حقيقية، بسبب أن من لجأت إليهم كانوا يقرنون النظر بالعمل، بالتالي الاستفادة كانت مزدوجة على اعتبار نظريا تؤصل الأمور، تطبيقيا يرى الإنسان هل هناك من معايب يجب أن يتفاداها أو يقارنها بما هو عليه في محاولة للرقي بالقانون في الكويت. بمن تفضل السيد عبد الحميد الصراف رجل الأعمال الذي خاض عددا من الدول العربية من أجل العديد من المشروعات، أم السيد عبد الحميد الصراف رجل القضاء الواقف الذي يدافع عن حقوق المواطنين؟ والله أنا أحس نفسي أميل إلى الثانية من الأولى، على اعتبار أجد نفسي في المحاماة أكثر، وإطلاقك لفظ القاضي الواقف حقيقة تسر خاطري جدا، إذ أننا ونحن والقضاة الجلوس شركاء في الأمر. شركاء نعم. والأمر هو تحقيق العدالة بمعناها النسبي على الأقل إن لم يكن مطلقا. ترى ما هي الدعوة التي تدعو بها لمصرنا العزيزة ولمصر الأمة العربية؟ والله إن كنت داعيا لمصر فأقول اللهم اهدهم إلى سبيل النجاة، لأن ما يحصل الآن من تكالب الآخرين على مصر بسبب ما تعيش من مشاكل يحزن الإنسان أن تكون مصر حمت العرب جميعا ثم تأتي الآن لتقف عاجزة منفردة ليس لها من يعينها من العرب. هذا الجانب. الجانب الثاني، نحن في الكويت كنا دائما لنا مقالة مشهورة سطرها بحروف من ذهب الأمير الراحل جابر الأحمد رحمة الله عليه عندما قال ركزوا على مصر في استثماراتكم، هذا الكويتيين والشركات الكويتية، نعم. فإنه لن يحمينا من غوائل الزمن إلا مصر. الله، دي كانت مقولة شهيرة شهيرة لأميركم المحبوب. نعم، وهذه في جلسة جمعتنا كشباب وشيوخ قال لنا لن يحمينا من أي من الغوائل، فهو حددها أحيانا وأنا أربو بنفسي أن أحددها الآن على اعتبار أن المسائل أصبحت سالكة وسالمة، لكن كانت هذه مقالته وفعلا حققناها من خلال تركيز الشديد على مصر، أن مصر تحتاج أن العرب يمدوا لها يد العون طوال الزمن ليس الآن، حتى تقف على رجليها وتكون رايتها راية عليا ولا تكون يد السفلى أمام العرب والأجانب. ثم كانت هذه الدعوة التي أثرت فيكم فتوجهتم إلى مصر؟ توجهنا إلى مصر باعتبارها بوابة العرب. نعم. ما كان التركيز عليها في أن نستثمر مبلغ أقله 5 مليارات دولار أمريكي، وفعلا ودع المبلغ، أنا أتكلم عن تقريبا الآن، نعم، ودع المبلغ في البنك المركزي المصري، وبدأنا ننتقل إلى مصر، أنشأنا مكتبا خاصا بنا، ومن هذا المكتب كنا نتحاور مع الإخوة في مصر عن أولويات سلم الاستثمار، فشرحوا لنا الاحتياجات المختلفة من خلال ورقة أو أوراق، لكنها لم تكن برنامج مدروس مع خطة زمنية، بالتالي
نحينا منحا آخر، وضعنا خطة وبرنامج زمني من خلاله كيف نستطيع أن لا نجعل هذه الفرصة المتاعة تغلف بالإبطاء، بالتالي مصداقية الكويت وأيضا مصداقية أساسا في مصر تكون في مهب الريح. وفعلا بدأنا في أول مشروع كان أرضان الحكومة المصرية، كان موضوع تحويل شبرا، منطقة شبرا إلى منطقة سكنية راقية تمنح لدولة الكويت، مقابل هذا تبني دولة الكويت مشروع القاهرة الكبرى التي من خلالها تقضي على الزحام الشديد، وأيضا تكون هناك أراضي استصلحت لأن تكون مباني حكومية وكذلك مرافق وكذلك مساكن. للأسف الشديد مر هذا المشروع بمجموعة عراقيل، بالتالي وجدنا أن كأن محاكاة بيروقراطية، وكذلك هناك صوت سياسي نطق بأن الكويتيين جاءوا بفكرة استعمارية، وكنا نعتبرها على سبيل نكتة نقيلة، مزاح، لكن وجدنا حماس من الشارع المصري عندما كنا ننشر عن طموحاتنا المستقبلية فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة. هذا الأمر كان في السبعينات؟ في هذا بالضبط كان في 76. 76. احنا بدأنا المرحلة الأولى من سنة 74 إلى 76، كانت هي مراحل دراسة، وأنفقنا نفقات طيبة، وكنا دائما في مخيلتنا شيء واحد، توصية أمير البلاد بأن نسهل أمور المصريين معنا ولا تكون هناك معوقات، باعتبار أن مصر لا تكون تحت وطأة شروط قاسية، فكنا نسأل دائما الجانب المصري الموضوع أن ما هي الشروط الموائمة، ما عدا بعض النصوص التي هي في حاجة إلى أن تقيم على نحو يستطيع من خلال المستثمر الآخر الذي أغراه حضورنا إلى مصر أن يأتي معنا. وبالضبط هذا ما حصل، أن بعض الشركات اتصلنا فيها حتى تستوطن في مصر فتكون هويتها أو الراية ترفعها مصرية وتستفيد منها مصر في مناحي الحياة كلها، حتى يسهل أمر الناس في مصر حتى لا يعاني من أي مشكلة مستقبلية. مكتب عبد الحميد الصراف. لازم اكتسبت ثقته في الأمانة والصدق وكيفية التعامل مع العملاء. إدارة المكتب. وإدارة المكتب بلا شك طبعا. كنا هتعلمنا على دي أوجد يعني شيء فريد من نوعه في عالم المحاماة من خلال مراعاة التخصص في كل كبيرة وصغيرة داخل المكتب. أنا مكتب يعني قوي له شهادات من تاريخها عريق يعني صحيح. إدارة ممتازة. بلا شك مراجع ومستشارين من ذوي الخبرة والأستاذ عبد الحميد الصراف على رأس الهرم، ونستفيد من جميع الموجودين هنا. محامون ومستشارون قانونيون. لأنه يعني مكتب الصراف يتميز في يعني أهم مقوماته في حسن اختياره للمستشارين اللي بيعملوا فيه. مكتب الأستاذ عبد الحميد الصراف احنا قدرنا ان احنا نحول مهنة المحاماة إلى صناعة. بنقدر بالدراسة والمتابعة ومتابعة أحدث القوانين ان احنا نصل إلى الحق إذا كان لصاحبه فعلا حق وفقا للقوانين المعمول بها في الدار. مكتب عبد الحميد الصراف. سفيرنا فوق العادة السيد عبد الحميد الصراف الخبير الحقوقي الكويتي الدولي. والله التجربة أحيانا تصقل الإنسان، ليس لا ولا تغفل هذا المكان، إنما تجعل طموحات الإنسان تتغير، خاصة إذا حقق مكاسب لا يستفيد منه شخصيا، إنما تعتبر علامات مضيئة للقضاء الكويتي من خلال اجتهاد. والقاعدة الموجودة أن هناك حكم صدر في مرحلة ما في دولة خصوصا في أمريكا، إن اشتكى بعض الناس من تردي الوضع القضائي، ولما يشرح القاضي في سبب هذا التردي يقول هذا بسبب تردي وضع المحامين، لأن المحامي معين القاضي في أن يقدم له بحثا قانونيا فيريحه في هذا البحث، فإذا أراد أن يستزيد فزيادة لن تستغرق وقت القضية كلها، هناك بحث جاهز. فإذا كان المحامي من الضعف المكان لم يقدم للقاضي هذا البحث الجيد، إذن أصبح القاضي يصول عجول دون أن يكون هناك عراك حقيقي في المسألة، إنما هي محاولة صبر الواقع حتى يصل إلى الحقيقة المجردة. هل القاضي لديه من الحنكة بأن يعرف مدى قدرة المحامي الواقف أمامه؟ يستطيع
القاضي في هذه الحالة مجس. مجس. إن وجد أن المحامي يستطيع أن يكون ذو إضافة حقيقية للمحكمة لن يعطل نفسه في أن يمد له من الوقت ما شاء حتى وإن زاحم زملاء الآخرين. فحس القاضي كما يقال حس الحكيم الجالس على المنصة يقضي في أمر الناس إلى خير. بالتالي لوحظ أن في الفترة القديمة القضاة الموجودين كانوا على سدة صراع كبير ما بين أقلمة أظافر القانون وإعطاء الناس حقوقها. حين القانون قد يكون مغالى فيه. بالتالي القاضي دور كبير جدا في يرسل عدالة، لا ليس بالضرورة أن يرسيها على قواعد الإطلاق، إذ الإطلاق مسألة قد تكون متعذرة إن لم تكون مستحيلة، لكنها كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسدد ويقارب، وهذا هو الوضع. معاون القضاء ومستشار المحامين مصريين من الجنسية، فهؤلاء المصريين هذه قبيل المجاملة أم لا؟ أنا أقول حقيقة وأتحدى أن يعرضني أحد في المسألة. نعم. فهؤلاء باعتبارهم أيضا مصدر تاريخي للقانون الكويتي، من وضع الدستور الكويتي، من وضع القوانين الكويتية، لازلت تجد بصمات مصرية واضحة سواء على الدستور أو على القوانين الأخرى. ما عدم إنقاص حق الآخرين الآن في محاولة الاجتهاد في إيصال القانون إلى مرحلة متقدمة تتناسب مع تطور أحداث الحياة، لكن هؤلاء وضعوا بصمات وتاريخ. بالتالي أنا أستعين بنخبة طيبة، وأنا لا زكى الله أحد، إنما أقول من مشاهد حقيقية إن هؤلاء كانت لهم بصمات واضحة في إن القضاء ينهى أحيانا بنحو متجرد إلى إرساء قواعد العدالة بشكل ليس مطلوب فيها الرضا لكن مطلوب فيه القناعة أن هذا هو العدل وليس بعده عدل. البداية عام 1977. أي موضوع بقية المكتب بيتم تشكيل لجنة من عدة مستشارين في أفرع القانون المختلفة، استراتيجية بيحطها صاحب العمل أو صاحب المكتب، بيجيب من خلاله طقم يقدر ينفذ هذه الاستراتيجية. البعث الأساسي أن طبعا لازم تبحث قضيتك كويس ولازم تقدم أفضل خدمة للموكل بتاعك. طريقة حفظ الملفات، طريقة توزيع العمل، طريقة اختيار كل شخص في المكان المناسب في القسم بتاعه. في جميع أنواع القضايا اللي ممكن تسمع عنها أو يتطرق لها القضاء هنا في الكويت. بالنسبة للتخصص هو بيدي يعني نموذج قوي بالنسبة للعاملين في هذا القسم. مكتب عبد الحميد الصراف ومشاركو للمحاماة والاستشارات القانونية. ضيف حلقة الليل من سفير فوق العادة الخبير القانوني الدولي السيد عبد الحميد الصراف. السيد عبد الحميد الصراف، يعني أشهر القضايا التي كنت تتفاخر أنك أعدت فيها الحق إلى أصحابه. والله أنت جعلت الأحداث تتزاحم الآن في أن تخرج قضية معينة. نعم. الأقرب إليك. الأقرب، بعض القضايا أصبحت مبادئ قانونية. نعم. لكن للأسف شديد يعني ما أذكرها على وجه التفصيل، لكن بعضها كان هناك حتى إشادة، وبعضها نحى القانون إلى تغيير بعض النصوص بسبب أن محكمة التمييز انتهت إلى حكم جديد يناهض الأحكام القديمة السابقة وأصبحت نصوص قانونية. يعني أنت بمرافعتك دعيت إلى صدور قانون جديد، والمحكمة كانت جريئة جدا أن توعز إلى المشرع يتصدى لهذا النص بالتعديل حتى يوائم العدالة في عنصريها، العنصر الأول في تساوي الناس أمامها، والعنصر الآخر في أن يكون هذا مبدأ يقبل عليه الآخرون، ففي تطبيقه عدالة محسوسة للناس. الآن المحاكم مزدحمة بالقضايا بسبب فساد دماء الناس، لا عنه
لكن هذه ظاهرة موجودة. إنما المطلوب فيه أن يكون هناك إعانة من المحامين في تطوير التقاضي نفسه. التقاضي يمر بمراحل حرجة جدا ما بين القاضي والمحامي، يحتاج إلى تحسين آلية الأداء. أنا الآن أكتب للقاضي، والخطاب ليس كالمشافهة.